مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم الى حلقه جديده من نقطه نظام، الى هذه المساحه التي من خلالها نتعرف على اراء الناس، كل الناس، حول سائر القضايا. قضيه اليوم، بعد ان كانت هناك حلقه، بعد ان صورنا حلقه خاصه بالطب البديل، اليوم نتحدث عن واقع الطب في اليمن، واقع الطب، الكوادر الطبيه، المنشآت، المرافق الصحية، الأخطاء الطبية، كل هذه الأشياء. وكالعادة ستكون هناك سؤال وجائزة في هذه الحلقة من نقطة النظام، فأهلا بكم. كيف الطب في اليمن؟ والله الطب تمام، أمور يعني تمام، بس يا أخي مع الوضع الآن، مع وضع الناس وقلال أدوية يعني، والدخل حق المواطن ما يقدرش يعني. الطب في اليمن تجاري، يعني كل واحد فكر كيف يعمل التجارة، ما فيش طب يعني إنساني. لو أنت داخل البلد ولا في أي واحد يتراعي مع الناس اللي ظروفهم صعبة. من زمان الطب مش مقنع؟ مش مقنع، بس كان يعني نسبيا عدو مقبول، اما اليوم قضيك الشفاف بكل شيء. ايش رايك بالطب في اليمن؟ الطب الحمد لله. معك مواقف حصلت عالجوك تمام ولا ما عالجوكش؟ اضطريت تسافر، في اخطاء طبيه حصلت لناس، مش اي كيف الوضع؟ والله الحمد لله ما في اي حاجه، كله زين. ايوه الحمد لله، اللهم لك الحمد، كل شيء تمام. ايش الماخذ؟ الناتجه لا اصبحت ما عاد فيش اخلاق يعني مهنه، وقدها تجارة زي الجزار زي أي، ما فيش باقي حاجة. الطب داخل اليمن يعني تمام، مش إنه كيف يعني من ناحية ليش يضطر الناس يسافروا؟ أم من ناحية سفر؟ لأنه هنا أخي بيني وبينك ما فيش متعلمين زي الناس، يعني ما مش تعمل لك يسافروا، العلاقات كلها هنا كذب يجيبوا لك ذا هنا. ايوه مش انه يعني اكثر الناس يعني من ناحيه ذا يسافروا له برا، يروحوا اكثرهم مصر، يروحوا الهند، يروحوا انه هنا علاقات كلها يعني يجيبوا لك مش صحيحه، مش دقيقه. لو اقول لك اذكر محاسن او مساوئ الطب في اليمن، ايش بتقول؟ هناك محاسن لا ننكرها يعني بالنسبة للكوادر القديمة في المجال الطبي، أما الجيل الذي انفتح على مسألة الغش، يعني أنا لو يمكن أأمن حياتي على طبيب نجح بالغش، هذه نقطة أساسية. ثانيا الطب أصبح تجارة أو سلعة ترويج، يعني بتجد أنا مش مشكلة إذا في ممكن نقول هذه بالنسبة للمستشفيات القطاع الخاص الحكومي، طبعا وضعها مرزي، مستشفيات القطاع الخاص اذا كانت بتعطينا الخدمات في علاجي انا كمواطن مريض تمام، مش مشكله المال، حتى اذا كان كثير ممكن ابيع واتعالج، لكن للاسف اصبح المواطن سلعه تجاريه في داخل المستشفى الخاص. عفوا حبيب، هنا لدينا نقطه نظام فيما يتعلق بالكادر، لانه بعضهم بيقول لك هذا نسف انه الكل وكانه طلع بالغش، لا، في كوادر لحد الان وحتى تكون في الخارج. كلامك صحيح، اصابع يد ما تتساواش، لكن انا اكلمك بالنسبه لي انا لا يمكن امن نفسي اتعالج عند طبيب نجح بالغش. أما طبعا مش الكل، هناك من نجح بمجهوده، لكن انا اتحدث على من نجح بالواسطه، هناك على الذي نجح بالغش، هناك من تم ترفيعه بمذكرة رسمية من الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني، إنما الذي نجح في بمجهوده هذا أحترمه ويعتبر تاج على رأسي تمام، وأتمنى من الأطباء الآخرين أن يحتذوا بحذو هذا الذي نجح بمجهوده. تثق بالكادر الطبي اليمني؟ يا أخي أنا نثق به، نعم نعم نثق به، بس بالمرافق الصحية تثق برضه؟ نعم نثق بهم يا أخي، بس بالرغم من الإمكانيات يعني في شحيحة عندهم مش يعني متوفرة، بس في كادر يا أخي، الناس الان بدل ما تعالج يعني بعضهم الدكاتره يحاولون اكثرهم يعني يجوا للصيدليات يشتروا ادويه كذا شعبيه بدون ما يدخلوا على الدكتور. هذا غلط بالنسبه، هذا بالنسبه ايوه غلط، لان بس بعضهم حالتهم يعني ظروفهم ما تسمح شيء، يروح يتعاين ومدري ايش وفحوصات وهذا، يحاول انه يختصر الامور. بقيمه العمليه ما هو بالخارج مرتين، الطب كل الطب معك تجارب؟
مليان هنا وهناك بالخارج. ايوه مليان، يعني لو قيمه العمليه هنا بتكلم مثلا مليون، وبالخارج تكلف مليون ونص، يشلوا عليك المليون ونص هنا أنا. ما بيخلوا شخص. انت عندك مشكله هذه اليومين قلت لي تعبت مع الوالده مع المستشفيات. اه كيف الوضع؟ والله الوضع مدهور ما يصلح. الله بايش تعبوك؟ والله معيها امي على اساس لها عمليه في جراحيه في العين سحب المياه الزرقاء، واليوم اكثر لي اكثر من 20 يوم انا تابع عليهم مشان العمليه. مع انه معروف انه مش صعب الموضوع، مش صعب، بس هم ما همش مرتبين اعمالهم ولا هم، كل واحد في بيته، كل واحد في صيدليته، كل واحد ما فيش اعمال مرتبه. لو انت وزير للصحه او مسؤول على الصحه في اليمن، ايش بتفعل؟ ما بقدر اعمل شيء لانه البلد فيها فساد، صعب بلد فساد، يعني نحن نعاني من الفساد سواء كان كويس او مش كويس. وزير ما يقدرش يعمل، ما بيقدر. طيب عندنا مالك، يمكن هذا ما يتعلق بالمنشآت الحكوميه، لكن عندنا منشآت الخاصه مش قادر اعمل لها شيء يضبطها. الخاص، المستشفيات الخاصه اذا ما قدرش يضبط، اذا ما قدرش يصلح العام كيف بيصلح الخاص؟ صعب يعني. على فكرة الموضوع كثير من الناس طرحوا لماذا يلجأ الناس أحيانا إلى الذهاب للصيدليات وما يروش عند الدكتور؟ هناك كلفة كبيرة، حق المعاينة أيضا، الأطباء يحولوك على المرافق على المختبرات وعلى صيدليات معينة، بعضهم أيضا معه نسبة ثانية، هذه تحتاج مراجعة من الأطباء أنفسهم. يعني أنت عندك معاينة، إيش الحاجة لموضوع العمولات وكذا، وتحملها المريض أصلاً، تحملها المريض، لأنه المختبر مثلاً إذا عامل لك عمولة 30% بدل ما يكون الفحص ب 3000 بيضطر يخليه ب 4500، عنده 1500 طارح حالك، كله فوق المواطن نفسه. تثق بالكادر الطبي اليمني ولا ما تثقش؟ لا، بصورة عامة يعني الكادر الطبي المحلي بشكل عام لا يطق فيه الناس، هذا نتيجة أن ولدت يعني تقول اتباعا من الناس نفسهم، لأنه الكادر الطبي تخلى عن مصداقيته في العمل، تلاقي فيهم الإهمال، تلاقي فيهم عدم الثقة بعملهم، لأن أصبح العمل الطبي عمل تجاري. دكاترة في بعضهم يعني مش تمام، بعضهم تمام والحمد لله، لكن بشكل عام عام الموضوع. ايوه بس الطب يعني لا، هنا باليمن ضعيف موجب الامكانيات. المنشآت الطبيه مجهزه تمام ولا المنشآت الطبيه تقريبا منعدمه وصفر؟ صفر. يائس؟ لا مش يائس من الحياه ولا من الطب، مش من الحياه، من الموضوع. المنشآت الطبيه الموجوده عندنا صفر. طب هنا في اطباء والله ما شاء الله مليح، لكن في فرق بين الطب والاطباء هكذا الموضوع، انه بالنسبة للكادر الطبي يثقون فيهم أو بأغلبهم أو بكثير منهم، لكن وضع الطب بشكل عام، الطب نفسه هذا اللي مش مقنع. أيوة صح. هي الإشكالية أنه حتى هكذا يطرح، أنه حتى القطاع الخاص غالبا لما يبدأ ينافس القطاع الحكومي اللي هو مدهور وحالته حالة، وأحيانا يكون مش مدعوم. الآن في بعض المستشفيات دعمت من المنظمات وأمورها ربما أفضل، لكن الإشكالية في أنه البعض منافسته تكون للقطاع الحكومي مش، وفي أشياء أكيد كويسة. حكومي ولا خاص؟ لا خاص، قصدي أيوة. فلوس بدون أي إيش العذر يعني؟ إيش العذر؟ هم تعذرنا ان الدكتور عنده مرض والدكتور عنده عمل، الدكتور اذا ما جاش واحد يجي واحد ما يجيش. ايه العمل مش مرتب. قديما كان لا يسمح بفتح العيادات لاي دكتور، كان جميع المتخرجين يتوجه الى مستشفى تبع الدوله. بس هذا عفوا هنا نقطه يعني نظام العالم كله بيقول نجاري الحين الراسماليه ونجاري، بس للاسف نزعت الانسانيه، اصبح الطبيب تاجر، اصبح الطبيب يبحث على المال، اما الجانب الانساني عند الطبيب مفقود. وهذا اكثر من 20 يوم احنا في هذه العمليه، وعمليه ما تستاهلش حتى يمكن ساعتين او اقل من ساعه. في ناس على فكره يجوا من قرى، وفي ناس يجوا من مدن، يعني انت مش من هنا؟ لا من ابين موديه.
وجاي علشان علاج بس. علشان علاج بس. ساكنين فندق ولا ساكنين؟ ساكنين في فندق. يعني تخيلوا التكلفة. التكلفة أكثر أحيانا توصل أكثر من السفر. أيوه. يعني لو أنك سافرت كنت تخارج. نعم. وغيرت جو. نعم والله. موضوع الأخطاء الطبية. والله الأخطاء الطبية أنا مريت بخطأ طبي من قبل. أنا وديت بنتي صغيرة يمكن عمرها سنة أو سنة ونص لمستشفى، وللأسف عندما دخلت الجماعة صلحوا لها إيش؟ قالوا هذه عندها التهاب سحايا. دخلوا البنت في غيبوبة، بعد ما خرجنا من الغيبوبة البنت دخلت بالسعلة. يا جماعة الخير جيبوا الطبيب، يا طبيب إيش صلحت؟ قال أصلا قد دخلوا قبل أطفال كثير فأعتقدت أنها التهاب سحايا زيهم. أتبين لي بالأخير أنها ملاريا. البنت تعوقت بسبب إبر حق التهاب السحايا، جلست 6 أشهر فاقدة ما تقدر تتكلم. وبالأخير لما أجى الدكتور من برا قلنا له ليش صلح كذا؟ قال إيش أنا الوحيد اللي غلط، ما قد قبلي قد صاحب البنك قتل فلانة، ما قد قبلي فلان قد قتل فلانة. عوضوك يعني؟ عوضوك. ما فيش تعويض. يلا خرجت بنتك، يلا خرجت منهم، عادوا جبت عيال أخوالي وقبيلتي عشان خرج البنت من داخل. يقول لك ممنوع تخرجها، اكتب إن حمل مسؤوليتك. أنتوا اللي عملتوا لنا ذا منكر، يعني أنت هبت بنت عندها ملاريا تهب لي التهاب سحايا. أنت في المهرة، والمهرة كانت من المدن على أهميتها لكنها في أقصى الشرق ومهملة إلى حد كبير، وكان الناس يضطروا للسفر لأي مكان عشان يتعالجوا. كيف الوضع في المهرة الآن؟ كيف تشوف الطب؟ أحسن أسوأ؟ الناس مقتنعين أكثر؟ إلى أي درجة؟ لا الآن تحسن الطب كثير في المهرة، يعني بدأت فتحوا مصانع الأكسجين الآن الجديدة، فتحوا اسمه حق فشل الكلوي، بدأت تتحسن الأمور هناك في المهرة كثيرة. الأطباء حتى كمان بدأوا يداوموا في دوامهم. أول كانت أعتقد قبل 3 سنين أو 4 سنين كانت المهرة مهملة، كان ما فيش أطباء، كان لما واحد يتعب ولا هذا يروح للمكلة. لكن الآن أتوقع أن المهرة يعني على ما شفت أنا يعني أن المهرة فيها تحسن كثير يعني ما شاء الله. على ذكر موضوع الدوام، كنت احيانا كثيره تدخل خاصه اذا جت اخر الليل عند اطباء الطوارئ ولا هذا، الان اتعلموا حتى بعض المستشفيات الخاصه تروح تصحيهم راقدين وراجي من اي حد هناك وتروح تصحيهم. والله يعين. ما تروحش مستشفيات خالص؟ لا تمرعوا خالص. ولقد زرت مستشفى كمريض؟ لا كمريض، اني مرض مرض. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قل لنا الوصفه، قل لنا الوصفه ايش تعمل؟ صحة من الرحمن الراحمين. ولا ترياض ولا تأكل ولا شيء؟ مشي بس كل يوم. كم شيء مشي طويل؟ صباح طويل مشي حق نص ساعة. كم سنة تقريبا لك على المشي؟ على المشي 20 سنة. أنا بالنسبة لي اكتفي بهذا، إنه وصفة طبية كاملة. حاليا الآن يبان إنه إن شاء الله بيبدا يتهيأ من جديد، يعني بتصلح الان المستشفيات وهذه، يعني في امل ان شاء الله. تقريبا هذه اجمل رساله علشان نختم بها الحلقه، انه في امل. هذا الامل الله في امل. امل محسوس ولا كذا مشعتها من راسك؟ لا لا لا، الا في امل ان شاء الله، لانه بدات الان قريب تطور حاجه تدريجيا ان شاء الله. شكرا لك يا حبيب. هنا لدينا نقطه نظام اخرى متعلقه بالمريض نفسه. تحدث الكثيرون بأنه في اضطرار للسفر للخارج من أجل العلاج، في المقابل في يعني زي ما نقول خورة، السفر خورة، يعني بعضهم لمجرد شيء بسيط مسك نفسه وخرج عشان يتعالج. عادي يقول إنك تشي تغير جو، تشي تسافر تغير جو ما فيش مشكلة، لكن مش لدرجات حتى أشياء بسيطة إنك رايح تتعالج. والإشكالية إنه بعضهم أوكي اللي عنده فلوس قدوا يخرج، إشكال إنه بعضهم أيضا يبيع يتسلف يعمل حاجة وعلشان برضو يخرج يتعالج ولحاجة بسيطة. حاجة بسيطة تلاقي في كثير من الدول حالات بسيطة وحالات ممكن تتعالج عند 1000 دكتور هنا موجود، بس خلاص قدوا موضة إنه أو خورة إنه واحد يخرج. السلام عليكم يا حاج، كيف حالك؟ انت الحال بكله حبيبي. كيف امورك؟ الحمد لله بي. الحمد لله كله تمام. الحمد لله بي. ايش معنى جيوسياسيه؟
هنا نشتي نسألك. هذه قوى سياسية بتكون جغرافية هذه دمال ده. والله إنك قربت. تأثير الجغرافيا على السياسة ولا التاريخ على السياسة؟ على التاريخ. لا. على الجغرافيا. إيش اسمك؟ عبد القائد محمد أحمد. كيف تفعل بالشمس هذه؟ والله هذا عمل. من متى تشتغل؟ من متى؟ لي الآن مروح بندخل بالسنة الثانية وأشتغل على راتب 17,000. 17,000 يعني 17 دولار. 17,000 أو 16 دولار. 17,000 ريال. أنا مش بيدي فيه والله أعمل له حاجة غير أني اللي بقدر بسلمك جائزة. جزاك الله خير. والله يعينك. وهذه 30,000 ريال. الله يستر عليكم ويعطيكم العافية إن شاء الله. الحمد لله. الله يعطيكم العافية. الله يستر. الله عليكم. مع السلامة. الله يستر لك. توصلوا بالسلامة إن شاء الله. سلمك على خير. سلام. احنا وصلنا الى نهاية هذه الحلقة من نقطة نظام اللي حبينا نتكلم على موضوع الطب، واقع الطب في اليمن، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. الى اللقاء.